يا صباح السعادة يا صباح النشاط يا صباح الفل على عيونكم يا أحلى أخوات في الدنيا عاملين إيه يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال النهاردة بقى صباح النشاط كده <applause> النهاردة يوم الأجازة بقى بتاعت أحمد قلت استغله بقى أسوأ استغلال قلنا نروح بقى كده الصبح من قلنا مش هنعمل أكل مش هنجيب أكل جاهز لأن احنا متعودين يوم الأجازة نجيب أكل جاهز فقلنا بما أننا بقى تنشطنا كده وصحينا بدري نروح السوق سوا وطبعا مش هنروح بالعربية لاني احمد ما بيحبش السواء بالنهار خالص بسبب الزحمة والدنيا بقى اللي بتبقى صعبة احنا قلنا بقى نروح بالمترو في سوق كده قريب مننا بس مش بعيد لان السوق بتاعنا مش حلو قوي فقلنا نروحوا بالمترو بلاش العربية عشان الزحمة فاخدنا بعدين ركبنا المترو زي ما انتم شايفين كده واتنشطنا وقلنا نروح السوق والنهاردة بقى مفيش يوم فري ومفيش اكل جاهز <applause> وفي تعب فقلت بقى اخدكم معايا جوله كده في السوق اللي انا بروحه ونشوف الاسعار مع بعض اشتري بقى شويه حاجات كده اللي هتلزمني لل... لليوم النهارده اروح اجيبها ونعملها نشوف بقى اجيب ايه كده ونروح البيت بقى نعمله احنا بصراحه مكررين ان احنا نعمل يوم مشاوي نجيب فراخ ونشويها في البيت بدل ما نشتريها من بره طبعا عارفين الاسعار الاسعار غاليه جدا آه، الاكل الجاهز دلوقتي طبعا هيبقى يكلف كتير فاحنا نجيب الفراخ ونشويها في البيت بدل ما ندفع مبلغ كبير لا نشتري واحنا نشوي في البيت احسن هنا بقى كانت الفاكهه البرتقال زي ما انتم شايفين باربعة جنيه ب بخمسة جنيه كان في بقى ناس قاعده ببلاستيكات رخيصه جدا حلوه برضو اي حاجه بعشرة جنيه بصراحه في الوقت اللي احنا فيه والازمه اللي احنا فيها دي لازم ندور على ارخص حاجه ونجيبها لان عشان الحياه تمشي وعشان نعرف نعيش بجد الاسعار بقت نار والله يكون في عنا يكون في عنا جميعا بجد فهنا بقى كنا رايحين السوق دخلنا اول حاجه قابلناها الفاكهه كان في أه حاجات رخيصة وحاجات لأ البرتقال زي ما انتم شايفين في كل حتة بسعر كان البلح الرمان دخلنا بقى على الخضار هنا بقى كانت الدنيا زحمة جدا والشارع ضيق فمعرفتش اصور لكم للأسف فاروح اشتري بقى الخضار واروح البيت ونروح نعمل مع بعض الاكل ونشوف يومنا عامل ازاي هنا بقى <applause> كنت خلاص روحت البيت غسلت الفراخ بتاعتي اللي انا اشتريتها وغسلت الخضار وعملت كل حاجة جهزتها طبعا الفراخ بتاعتي غسلتها بالدقيق كويس جدا والملح وبعد كده شطفتها بعد كده حطيتها في ميه وليمون وملح وورق لورا ده المحلول اللي بنقع فيه الفراخ بتاعتي وبعد بعد شويه بقوم شطفاها ومصفياها سيبت تصفى كويس جدا بحبش اسيب فيها ميه خالص بعد ما اتصفت طبعا جبتها اهي نعمل بقى التتبيله الخطيره اللي هنشوي بيها الفراخ حطيت بقى طماطم حطيت بصل حطيت فلفل رومي هعصر بقى الليمون بتاعي كتر الليمون عشان في في التتبيله بحب الليمون كتير بصراحه احط بقى ليمونتين كبار كده ونبدا بقى نتبل الفراخ بتاعتنا وزي ما قلت انا ما رضيتش اشتري اكل جاهز احنا متعودين كل اجازه اه بنعمله يوم فري كده نجيب اكل من بره اه زي ما قلت طبعا الاسعار غاليه جدا حرام نشتري بقى قلت حرام نجيب اكل من بره نعمل اكل في البيت احسن يعني ال لو كنا جبنا الفرختين دول من بره انا هيقطعوا مبلغ كبير فعلى ايه نعمل الاكل في, في البيت احسن واوفر وأن وانضف بصراحه هنا بقى كنت بضرب التتبيله بتاعتي في الكبه هضربها كويس جدا وبعد كده انزل عليها بالفراخ بتاعتي بس قبل ما احط الفراخ طبعا انت لو عايزه الفراخ تبقى صحيحه هتعمليها في الشوايه بتاعة البوتاجاز وعايزاها صحيحه مش هتقطع الفراخ احنا بقى نشوي على الفحم وبصراحه بنحبها متقطعه قطع صغيره زي الشيش كده فاقطعها قطع صغيره وبعد كده احط التتبيله بتاعتي هجيب بقى علبه الزبادي جايبه علبه زبادي كبيره على اني انا معايا فرختين طبعا انت لو تعملي فرخه واحده بتحطي علبه واحده انا بقى جايباها كبيره كده هنزل عليها على التتبيله بتاعتي بصراحه بتدي طراوه حلوه قوي للفراخ بتاعتنا اللي هنشويها بتخليها طريه كده وما تنشفش معانا هقلب بقى العلبه الزبادي مع مع التوابل بتاعتي انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت الـ مع الـ التوابل بتاعتي حطيت الملح وحطيت السبع بهارات وحطيت بهارات فراخ وحطيت فلفل اسود وحطيت شطه هنا بقى هجيب الفراخ بتاعتي اقطعها طبعا الجزء ده انا بشيله خالص وبعد كده اقطع بقى الفراخ بتاعتي طبعا السكينه بتاعتي <applause> كانت معصلجه معايا جامد مش مع اني بسنهم بسنها على طول بس برضو بارده جدا عايزه اشتري واحده جديده تعبتني بصراحه في التقطيع هنا يعني بقى هعمل فتحات كده في, في الدبوس علشان التتبيله تخش جواه يعني كل ما اقطع قطعه هغزها كده غزه بالسكينه عشان التتبيله تخش جوة. هنا يعني بقى كنت بقطع الورك زي ما انتم شايفين كده بقطع الدبوس لان الفراخ بتاعتي كبيره شويه فبقطعها قطع صغيره هنا يعني كنت قطعت بقى الفراخ كلها بصوا زي ما أنتوا شايفين كده قطع, قطع صغيره وبعد كده هنزل بقى بالتتبيله الحلوه اللي احنا عملناها دي ونسيبها على الاقل من الصبح للبليل يعني اتناشر ساعه لو مستعجله عليها بقى ست ساعات بصراحه لما بتسي كل ما تسيبيها وقت اطول كل ما بتلاقي طعمها احلى وشربت كده من التتبيله وبقت طريه ما تبقاش ناشفه معاكي خالص وتطلع مستويه وجميله فهنا بقى هسيبها من الصبح انا كنا طبعا احنا جينا من بره كان لسه بقى الضر هسيبها لغاية بالليل يعني عامة احنا بناكل بنحب ناكل متأخر فسبتها لغاية بالليل بص شكلها عامل ازاي شكلها تحفة هنا بقى خلاص كنا خلاص بقى ناويين ان احنا نشوي طلعتها من التلاجة فسبتها لبالليل كان عدى عليها بصراحة 8 ساعات يعني ما سبتهاش اكتر من كده لان طبعا خلاص بقى عايزين ناكل <applause> هنا بقى هعمل شوية مكرونة كده مع الفراخ بتاعتي جبت الميه غليتها هنزل بقى بمكرونه سباكيتي دي اكتر حاجه بيحبوها ساندي وملك وعاصم يعني المكرونه السباكيتي بيحبوها اكتر من المقصوصه او الاقلام هنا بقى كنت بعمل الصلصه بتاعتي عصرت الطماطم وصفيتها احط الملح والفلفل الاسود وسبع بهارات وهحط بقى كيس صلصه كده بصراحه الصلصه بتديها لون حلو قوي انا يعني بحب احط مع الطماطم صلصه بتخليها حمراء وحلوه هنا طبعا حطيت المكرونه بتاعتي زي ما انتم شايفين تتسلق وخلص بقى هطلعها وابدا بعمل بقى سلطه بقى الطحينه وسلطه خضراء كده لزوم التحابيش بقى كاننا جايبين اكلهم بره عشان ما احرمهمش من حاجه هنا يعني جبت بقى الطحينه بتاعتي الخام هنزل عليها بالميه بتاعتي ميه عاديه خالص هفضل اقلب فيها هتخففيها على حسب ما انت بتحبي يعني عايزاها تقيلة هتسيبيها تقيلة. عايزاها خفيفه هتسيبيها على يعني زي ما تحبي هحط بقى الخل بتاعي معلقه خل كده وانزل بقى بالملح والفلفل الاسود وتوم باودر هو ده اللي انا بحطه على الطحينه بتاعتي ونعمل احلى سلطه طحينه يبقى كده عملنا الاكل اللي احنا هنشتريه من بره عملنا في البيت عملت لهم الفراخ المشويه عملت لهم سلطه طحينه وعملت لهم سلطه خضراء ما حرمتهمش من اي حاجه حطيت بقى على الوش كده شويه شطه سبايسي كده لزوم التحابيش اجيب بقى الخيار بتاعي اللي كنا جايبينه من السوق طبعا كنت جايبة الكيلو باربعة جنيه هو كبير شوية بس حلو شغال والطماطم بتاعتي كانت بخمسة جنيه هنا بقى خلاص كان احمد ولع الفحم بتاعي جبت بقى كان لازما اشوي النهارده بقى علشان اجرب الشوايه الجديده ازاي يعني ابقى جايبه شوايه جديده وما اعملش فراخ مشويه واشوي <applause> هنا بقى جبت الشوايه بتاعتي الجديده احمد ولع الفحم وحطيت بقى الشوايه كده وارص بقى عليها الفريخ وكده بقى ايه قعدنا في البلكونه قعدنا نشوي وكان يوم جميل بصراحه أهدينا قضينا اليوم حلو في البيت ما خرجناش قعدنا نشوي في البيت آه عملنا جو حلو كده عاصم طبعا كان لازم يشوي معايا يعني ازاي عادي ماسك حته خشبه اللي كان احمد بيولع بيها وبيقلب بيها الفراخ مهما نقول ومهما نعيد بس ما بيسمعش الكلام خالص امشي بعيد عن الدخان مش راضي يسمع الكلام حد يقول له حاجه يا جدعان <applause> انا نفسي يسمع الكلام تربيه الصبيان صعبه جدا بصراحه انا كنتش اعرف كده يعني تربيتهم صعبة غير البنات خالص هنا بقى كنت تعبت من الله <applause> كنت بص جايبة غطا بلاستيك كده احمد خده مني بيهوى هو كمان تعبت قلت لاحمد تعالى بقى اقعد مكاني هنا بصوا عاصم بقى يعني في رعايه قد كده عشان يقعد برضو قدام الدخان مع ان الدخان غلط على الاطفال بر... ما سمعش الكلام هنا بقى قعدنا انا واحمد نشوي سوا كنا خلاص قربنا قربنا بقى ان الفراخ كانت قربت قلبناها على الوش التاني وخلص بقى كان الأر... الاكل قرب يخلص آه انا كنت عملت بقى المكرونه وجهزتها في المطبخ وهنا فاضل لناش بس غير الفحم قصدي آه فحم ايه فاضل لناش غير الفراخ تستوي ونبقى خلاص خلصنا ويومنا يكون خلص معانا بصوا عاصم فظيع لازم يحشر نفسه معانا بصوا احمد جاب غطاين كمان مش غطا واحد <applause> بيهو بيهم عامل فيها بقى كبابجي وقاعد بيهوي ده غطيان العلب بتاعت البلاستيك بصوا بيهوي بيها ازاي مش لاقيين حاجه نهوي بيها <applause> اي حد عنده هوايه يا جدعان يبعتها لنا ساندي هنا بقى كانت بتصورنا وخلاص عماله بقى تقول جعانه جعانه ملك كانت نايمه يا عيني عشان عشان المدرسه بتصحى بدري سندي عشان ثانويه عامه بقى واخر سنه ما بتروحش المدرسه بصراحه لان يعني مفيش حد في ثالثه ثانوي بيروح المدرسه معتمدين على الدروس بس ملك بقى عشان كانت المدرسه فكانت راجعه صحية بدري ورجعت بقى تعبانه فنامت قالت لما تخلصوا الاكل صحوني هنا يعني بقى خلاص كنا شوينا حضرت لهم بقى طبق السلطه بصوا بقى شكل الفراخ شكلها كان تحفه الريحة مش قادره اقول لكم بقى التتبيله الخطيره اللي احنا كنا عاملينها مع بعض ريحتها جابت لاخر الشارع هنا بقى رصيت الفراخ جبت بقى شويه بقدونس كده شويه خضره قمت مقطعاهم في طبق التقديم يلا بقى كني جايبه لهم فراخ جاهزه من بره بصوا رصيتها بقى على الصينيه كده شكلها تحفه جبت لهم اكل جاهز في البيت اهو طبق السلطه بقى الخضره بتاعي و وكده بقى يكون خلاص هوريكم شكل الاكل كده بعد التشطيبات <applause> شطبنا وخلصنا الاكل هنا الزتون المخلل بتاعي آه لو عايزين الطريقه قولولي في التعليقات اعملها لكم في فيديو باذن الله كنت عامله لهم شويه زيتون تحفه بس بصراحه ما صورتوش لو حابين ان انا اصورهولكوا اكتبوا لي في التعليقات هنا بقى سلطه الطحينه السلطه الخضره وكده بقى يكون يومنا خلص يا رب يكون يوم حلو وخفيف عليكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو في جديد يا احلى اخوات في الدنيا